اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اذا خسرنا جوله لكن باقي جوله ثانيه وجوله الاياب ان شاء الله عندنا في الدوحه نسميها جوله الحسد. مبروك نادي النصر وهارد لك لفريقنا. ادينا الشوط الثاني افضل بكثير من الشوط الاول وان شاء الله ان نعوض في الشوط الثاني وهو الاهم في سد جاسم الحمد في نادي السد. عموما الشوط الثاني شلون كان؟ نتفق معك شوط ثاني جيد للسد كمستوى لكن نتيجة أكيد لا، لأن جاء بهدف حقيقة خطأ واضح من الشيب، ما تعامل مع الكرة صح، في الكرة في تقريبا في 2-3 ياردة مش أيضا في 6 ياردة، كانت كرة في متناول يده. أنا تفاجأت أنه وقف وتأخر في ردة الفعل. شوف الكرة الآن 2-3 متر، هاي لعبتها مش خط 6، 2-3 متر، يعني الكرة عنده، ما أدري كيف الشيب أخطأ فيها. ايضا الحكم لا تنسى انه تغاضى عن بطاقه حمراء واضحه مثل عين مثل وضوح الشمس، ضرب اكرم عفيف اذا 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 مستقصد في اكرم قاد انه يوقفه. ها 56 نعم. هو ايش عمل شافي في الشوط الثاني؟ فقط عمل سويتش وحيد، هو رجع عبد الكريم ثبتها في الظهير اليسار، لذلك ودخل علي اسد في وسط الملعب، واتضحت الواجبات واتضح اسلوب اللعب، لذلك كان جيد. لكن ايضا عاب على السد ان اللعيب اللي نعول عليهم كثير مثل بنجار هذه الضربه. اسمح لي نعم. عادل شو تقول، طرد ولا ما فيها شيء؟ كرت احمر خالد قبل ايش اللعب اللايف، انا قلت احمر، كرت احمر. عبد العزيز حسن فيها تهور، فيها كرت احمر، احمر. وسام 100% احمر، احمر. خالد سلمان هي مش تهور، هو استقصاء، اذا اذا واذا اذا شوف 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 لحظه، كرت احمر دايركت ما يحتاج، لاحظ الان، لاحظ الدخول الحين، لاحظ راح شوف الرجل وين رايح، وين الكوره، شوف شوف والكوره وين، ويناظر له يعني لا يمكن تغاضي الحكم، يعني ما رجعها، شوف خلاها على شو يقول حسن تيبي. يعني انا اللي مستغرب منه، لو قلنا الحكم حتى ما شافه، يعني ما عليه الاثار اللي بينت فيها اكرم، يعني هاي دليل واضح على خشونه اللعب، هذا اللي انت تكلم عنه حكم الراي موجود قريب. يعني عبد العزيز العنبري، خالد كرت احمر يعني اذا تهور وكأنه قاصد، يعني رايح حق رجله من فوق، يعني اذا انت شايف الرجل تقدر 40 ترد ريلك هالصوب ترجعها تقدر، يعني بس هو اذا خالد كرت احمر. انا اقول الحمد لله الله حفظ اكرم، مع انه حاول يهرب من اللاعب، حاول يتفاداه، لكن اللاعب بعد رغم انه اكرم حاول بعد قاصد انه يروح على رجله، وقاصد انه يضربه، وقاصد انه يوقف اكرم ويوقفه، حتى مش انه بفتره بسيطه انه يسبب له اصابه، بس الحمد لله ان اكرم طلع بالسلامه، لكن هذا يستحق طرد وايضا عقوبه 3-4 مباريات توقف. عبد الله العامري، الطرد يا خالد، والكوره الحكم في يعني في زاويه الحكم، بس الحكم مثل اللي في اكثر من كوره ترى، في حتى كره حكم وعبد الله ايضا كوري. حتى المساعد الثاني يقدر يشوفها، يعني حكمين يشوفونها لعبه واضحه، مش اشتراك وفي اكثر من مجموعه، واحد بواحد، واحد رايح متعمد ضرب واحد، يعني ما في زاويه رؤيه او حجب رؤيه او جامل النصر اليوم، جاملهم حقيقه في كرتين، ترى في كرتين في كره ثانيه بعد انا طلبها حق الكوري اللي تعب. هاي دقيقه، هاي دقيقه يا شباب، اللي دخل على الكوري فيها حصل انذار 76، اللي حتى قطع جواربه في وسط الملعب، قطع جواربه 75، يعني واضحه اللعبه، حتى يشرون له على الجوارب يقول اشوف قطع الجوارب، ومن بعدها بدل اللاعب المدرب ناله، والمدرب بعدين بدل اللاعب خوفا عليه انه ياخذ بطاقه ثانيه. شو تقول عنها هذه لقطه، لحظه شوي بعد، ايوه هذه شوف هذا، لا هذا طرد جاي من الخلف خالد وضارب، لا وشوف تمركز الحكم، طالع تمركز الحكم وين، حكم مول صحيح قدام اللعبه، نفس صحيح. اللعبه الاولى هو نفسه قدامه صحيح، ضربه في الساق قويه، شوف 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 شوف، وبعدها خالد استبدل المدرب اللاعب هذا خوف انه ياخذ احمر، المفروض هذه احمر فيها عليها، هذه احمر. وسام بعد احمر، احمر. عبد العزيز حسن، والله ممكن تؤدي للاحمر، يعني لا معليش انا ما اعرف كلمه ممكن، اقول اصفر يكتفي بالاصفر، كسر في لنكة، يعني إذا أعطى أحمر يجوز، يعني يعطي أحمر وأصفر يجوز عندك، يجوز يعني. حسن تبي تدخل على الساق، يعني شو على الساق، شلون تلاقى، شوف راح أحمر خالد داخل، يعني فيها تهور، تهور أحمر. خالد سلمان أحمر أحمر أحمر، فهد فخرو طرد وسبق صلاة ترصد قاصد. عبد العزيز العنبري، إسماعيل محمد انكسر من هالضربة هذه خالد، لاعب بتحيل
مال الحيل يعني راحوا وحط على الساد. هي زين اللي راحت في الكساره ها؟ والله راحت على الكساره كانت انكسرت لي لخالد. شوف الكساره شوف شوف شلون حمتها شكل خالد يعني بكامل بكامل القدم مش يعني كامل القدم لا بقاع الرجل بقاع الرجل يعني فهمت شلون؟ طيب عزكم الله كرت احمر انا اقول عبد الله العامري احمر انا هاي اللي كنت طالبها احمر هذه ثاني حاله طرد نعم كابتن خالد اي لعبه تتكرر بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب اعرف انها انا وجهه نظري متعب. لو مره مو مشكله لكن لما تكون مرتين في خمس دقائق وبضرب خشن وبوجه الرجل وعلى لاعبين مهمين هذه مش ما فيها انا ما فيها صدفه ولكن فيها تعمد تعمد واضح لايقاف اللاعبين وحتى مش مشكله ان اصابات عاديه ممكن تصل الى اصابه كسور وخروج من الملعب لما تساهل معك الحكم مش ضربه عاديه لما تساهل في لعبه الثلاث يتجرى الفريق ما يضرب هاي تسبب ربكه حق اللاعبين لانه في ظلم اذا اما اللاعب ما انطرد بالضربه تفضل فاحنا نقول السد لعب افضل ليش لانه هو رجع عبد الكريم ودخل عليه اسد في الملعب صارت الواجبات واضحه واسلوب اللعب واضح تقريبا لعب 4-4-2 او نقدر نقول 4-4-1-1 صار اللعب سهل اللي يلعب فيه السد سهل الممتنع الاستحواذ الانتشار الصح في اللقطة يعني حتى مؤشر بدايته من أول دقيقة 49 تقريبا الآن الكرة هذه قلت بعد رجعناها من أول شوف السد كيف يلعب ويتحرك بشكل صحيح المفروض هي يجي هدف تقريبا يعني لكن كان إنهاء الهجمة كان شوي فيه ممرعونة يعني استعجال إذا جاز التعبير يعني هاي أحسن لعبة ليت نشوفه حق السد من أول من اليسار لوسط الملعب لليمين من اليمين للعمق العمق لليسار كل جمالية الكرة بينت في هاي اللعبة من دقيقة سعبي هذه كان مؤشر بداية السد هاي طلعت تسديدة وطلعت ركنية للسد فالسد تحسن مستواه أنا كنت أتمنى أيضا بما أن المباراة شوية صعبة صح في أفضلية لك لكن أيضا كان بإمكان أن تدخل سالم الهاجري في وسط الملعب بدل عبد العزيز الأنصاري أكثر قوة سرعة لياقيا أفضل من عبد العزيز الأنصاري متعود على السد متعود على رتم السد عبد العزيز الأنصاري دخلته بالجهة اليمنى وجي الهدف من الجهة وتحرر الكوري وجي الهدف من الجهة اليسرى ناحية ناحية الأنصاري لأنه ما عمل مساعدة في الجهة اليمنى على كل يعني هارد لك للسد إن شاء الله يقدر يعوضها بأسلوب أنا أعتقد أن أيضا حتى بدنية السد شوي تأثر من 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 حالة الطقس لأن أول مرة يلعب بدون مكيف هارد لك للسد إن شاء الله الأفضل في الدوحة إن شاء الله وجاسم شوف أنا من رأيي أن السد يعني كان عنده الأفضل صح لعب شوط الثاني أفضل من شوط الأول لكن ما لعب السد بكامل قوته بكل أريحية صح كانت فيها ثلاث هجمات تقريبا في 20 دقيقة كان بإمكانه ينهي الأقل فرصة واحدة من هدف لكن فاقدين تركيز فاقدين هذه الهجمة اللي تؤدي إلى سجل بأريحية السد مش في وضعيته الكامل اللي معروف عنه صح ممكن أنا أقول لك يعني الأجواء الرطوبة والحرارة أثرت عليه نوعا ما الفريق مش الفريق اللي معتادين عليه في الفنت في السبرنت خاصة في الهجمة مش في يومه الجول شفناه إحنا في الارتداد نفس الشوط الاول كنت فرصتين في الارتداد فريق السد كان ضعيف سواء في الغلبين الارتكاز او في الظاهرين محمد شكل ما قال المدرب عدل مع ثبات عبد الكريم فريق صار اريح عنده اريحيه رباعي لكن احنا قلنا رباعي. السد اذا لعب بشخصيته بهويته بنجومه الاثقال اللي مأثرين في الفريق انا اشوف انه بيلعب باريحيه ويقدر يتفوق براحه اكثر بس وفرص اكثر انا اشوف انه ما خلق فرص كثيره في الملعب عشان تدري ليش خلق على اساس انه ممكن يتعادل او فرق هدف لكن الشوط تدري ليش تقريبا الشوط الثاني مدافعين للنصر ما طلعوا برا ال 18 يعني ما وصلوا نص الملعب حتى نص الملعب يعني اذا تلاحظ ما وصلوا حتى نص الملعب بس عنده مرابط وعنده جليانو ممكن في المرتده اي خطا من المدافعين او في الارتداد ممكن شكل خطوره إيه بس اذا الدفاعات ما يتقدمون ما يعطوني حتى انا فرصه حتى لو شوف كل الكرات السد اللي لعبوها طويله تنقطع اذا كل شيء له حلول انت صح في تكتل وفي التحامات قويه لكن انت ما لعبت بمستواك عزيز يعني اليوم سرعه مطلوبه حتى اكرم اليوم ما شفناه بمستوى ولا بغداد يعني انت المهاجمين اللي انت تعتمد عليهم الفريق ككل يعتمد عليهم ما شفناه بمستوى لان التحضير او الكره ما توصل ما الى المهاجمين يعني يمكن تشافي لعب الشوط الثاني لعب اربعه وهذا جيد بالنسبه للفريق افضل وايد من تلعب ثلاثه اربعه
2-1 او 4-3-3 تلعب 5 انا اعتقد لا يعني انت الفريق يعني انضبط يعني عنده حلول صار عنده انتشار والتركيز صار في الشوط الثاني يعني بس الكره المشكله ان يعني ما هي واصله حق المهاجمين من اللي بيوصل يعني هذه الكره يعني عبد الكريم اللي تعودنا عليه يمكن ما عطى يعني شاف انه يتحرر بالشوط الثاني عندك حتى يعني ظهير الايمن سواء بدرو او حسن الهيدوس يمكن ساند بالشوط الثاني للامام شفنا حتى اسد علي اسد تحرر شويه بس مي قادر الكره توصل للمهاجمين وهذه مشكله السد يعني انا ما شفت السد يعني مبارياته كلها احنا بالاداء هذا اليوم خلينا يعني حتى الشوط الثاني قدم مستوى طيب بس مو هذا السد شوف احنا هذه مشكله يعني احنا نادي السد بالذات اول الدوري القطري كعام ما تعودنا على الاسلوب الضاغط المان تو مان في جميع المباريات يمكن الفريقين اللي هم متعودين اذا تشوف المباريات هذه اللي هم بين السد والدحيل فقط جميع المباريات تلاقي لهم اريحيه السد واكرم عفيف حسن هيدوش يستلم الكره بدون اي ضغوطات المباراه هذه كان الشوط الاول مثال اختبار حق فريقنا عشان كذا ما قدرت الكره توصل في عمليه بناء الهجمه فريق النصر السعودي تراجع وعطى أريحية علي أكرم عفيف متى كان عنده كورة وأريحية في استلام الكورة هنا يقدر يبني لك هجمة المشكلة حسن في أخطاء وايد المشكلة أن إحنا قالها أخي خالد قابي والكوري مش صانعين لعب كقطاعين من أفضل لكن إحنا محتاجين لاعب يبني الهجمة نعم مثل علي أسد لكن علي أسد يمكن ما قام بالدور الواجب اللي عليه حسن الهيدوس المفروض يقوم بالدور هذا عشان كذا يوم رجعنا 4 وعلي أسد تحرر فقد علي أكرم عفيف خذ أريحية حسن الهيدوس بعد خذ أريحية فاللعيبة قدروا يقدرون يمررون طيب ناخذ فاصل الأخير